اهلا وسهلا الوقصات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي نتوما وليداتكم والعائله ديالكم. اليوم فيديو جديد وفيديو ديال الشقه كما كتشوفوا، قلت نحفزكم شي شويه. هذا البيت ديال الاخ ديالي البنات، ديما فيما كنجي عند الوالده كنهرف ليه عليه، كنعس فيه انا ويحيى. كما كتشوفوا راني كنطرف ليه فيه، كنقاد ليه فيه، وتا الكتوبه راه غادي نكمل وغادي نصايبهم ليه، حاط الكتوبه بزاف وباركوا ليها البنات، راه نجح في الباك. نتمنى الوليدات كاملين يكونوا نجحوا يا ربي يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه في الحياه ديالو الله يرزقها ليه يا ربي. كما كتشوفوا قلت نطرف ليه شويه الكتوبه، واخا حتى هو ما كيحمل شي واحد يقرب ليه الكتوبه، ولكن قلت غادي نطرف ليه كتيباته ونقاد ليه المسائل ديالو. المهم هادشي اللي كاين، قلت نحفزكم اليوم وصافي. هادشي اللي كاين، كملوا الفيديو وفرجه ممتعه. بارك الطويجينا البنات، مش هيناكم هو قريب يطيب انتوما. ودرت بطاطا فريت مع الجو دياب جو عندنا، وبالنسبه لواحد الوليد ما كياكلش البطاطا درنا ليه بطاطا فريت. يلا صوت لي البطاطا فريت، ها هي كنصايب فيها ما شاء الله. مساكن جابوا عند بوريوسهم، جابوا سكر هانتوما، جابوا السكر وجابوا الحليب. ايوا هادشي اللي كاين الناس. هنا بغيت نوريكم الماريوغ، ويلاه جنى المعلم هنايا باش غادي يقادو، باقيين شي طاجيرات غادي يقادهم. وكما كتشوفوا البيت راه خاوي، باقي ما قادتش ماما بيت نعاس ديالها. هذا الماريو يلاه قادو ليها، كان مفصل، راه كنت وريتو لكم في الفيديو اللي كنت حطيت ليكم ديال الدورة جولة في الدار عند الوالدة. كما كتشوفوا واحد ليطاش في البيبان، يلا غادي قالت المعلم باش غادي يحك ليها داك، يحك ليها الماريو مزيان باش غادي يصبغوا ليها. هانتوما ليطاش كما كتشوفوا عندها بزاف الماريو، تبارك الله عرفتي الدالي هاد الماريو، تبارك الله صحيح البيبان ديالو غلاط كما كتشوفوا. صافي هو هادشي اللي كاين، قلت نوريكم حيتاش كانت طلبت واحد المتتبعه قالت لي وريني الماريو منين تقادوه وريو لي، يعني انا كنت وريته قلت لكم في الفيديو
وكان غير مفصل ما كانش باين. قالت لي مني تصوبوه يعني تركبوه وروا لي ها هو يا الماريو كما كتشوفي، هذا هو الماريو ديال الوالده وتبارك الله صحيح. المهم هادشي اللي كاين، غادي ندوزو دابا نتغداو ومن بعد غادي نبدل حوايجي وغادي ندير واحد الفركه للدار. ها نتوما معايا، شهيتكم البنات، هذا هو الطويجين طاب ما شاء الله، جا بنين 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 من الصف، تكونوا كاملين حدايا ومجموعين على هاد الطاجين. المهم كما كتشوفوا صوبنا الطويجين، سيده كاينه والوليد ديالها وجا الزوج ديالها تا هو معاها. المهم هادشي اللي كاين، صوبت الوليد الفريت، حطيت لي يحيى تا هو طبيصيلو، عرفتي ضحكني يحيى كيهز من الطبسيل تاع الوليد ويحط ويحط في الطبسيل ديالو، شحال ضحكنا عليه وهو يا البنات يموت يموت على الفريت. سبحان الله الوليدات كاملين كيموتوا على الفريت، ولكن ولدي انا ما عرفتش ماله مع هذا الفريت، يخلي اي حاجه يعني صحيه يمشي للفريت. انا يا مؤخرا ما بقيتش كندير ليه الفريت بزاف، لان راكم عارفين الزيت شويه صعيب، لا سوى الكبار ولا سوى الصغار. هذا الشيء اللي كاين البنات، شاركت معكم هذا النهير ديالي اش دوزت فيه عند الوالده. المهم غادي نكمل كما قلت لكم، غادي نبدل حوايجي، ما غاديش نصيق بهذوك الحوايج. المهم ها انتم معايا تنسالي هاد العشيه ان شاء الله. وكتدردروا عليها السميده. المهم الا ما كانش عندكم يعني عندكم غير نص كيلو ديال السميده وما بقاتش لكم السميده، تقدروا ترشوها بالفورس. هادشي اللي كاين، غنبدا بالبيض هو الاول، غنضربو ثلاث البيضات. ندير معاهم كاس ديال السنيده، صافي، وغادي نطرب مزيان غير بهاد الطراب العادي، تكدوب ديك السنيده وداك السكر ديال الفاني. صافي كندير كاس ديال الزيت، ها نتوما نص كاس ديال الزيت، ما معمرش تقريبا حتى لهنا، راكم شفتو. صافي غندير الحليب،
سميده. هذا باش غادي ندير الخماره تاع البنات فوق من هذيك السميده. هذا الخمارات صافي، ونبغى نبقى ندور بحق صافي. نكمل الحليب كامل نكبو، وكتبقى حتى كتشرب شي شويه، كتشرب عاد فاش كديروها في المول. صافي البنات خليتها حتى شربت، ها نتوما داك الحليب السميده شربت داك الحليب. صافي غادي نكبها في هاد في المقله. صافي الواليده راه شعلت لي البوطه، عاد شعل غنشعلو عليها عي من التحت، ما ديروش ليها من الفوق، شعلو عليها عي من التحت، غير الغاز غير البوطه ديال العاديه. صافي غتشعلي ليها من التحت، وغادي ندخلها دابا للفران. ها نتوما كي جات طيب، وغنوريكم كيفاش، وغادي نوريكم الطريقه ديال البغرير دابا. هيا تعطيها لينا الواليده ياك الواليده، هيا نعطيها يلا عطيني المقادير نعطيهم البنات. ديك الحرشه الفران شعلت عليها من التحت، وجيت هنا باش غادي نوريكم الطريقه ديال البغرير، كتجي زوينه البنات غير جربوها، راه اول مره غادي ديروه لاول مره يعني دير البغرير غادي يصدق لها من الاول، غير تبعوا المقادير والطريقه. كما كتشوفوا درت واحد ستات الكيسان ديال بعبار العنبه، ستات الكيسان ديال الماء دافيه البنات في كاس ديال مولينكس مهم، ودرت واحد سكيلو ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، ودرت معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه ونص ديال خميره فوريه صافي، وواحد قبيصه ديال الملحه، وعبرت معلقه صغيره ديال المزهر. كيجي واحد المذاق زوين بالمزهر البنات، ولا ما كانش عندكم ماشي مشكل ما ديروش. كندور واحد الدوره واحد الدوره thank you.
بقات ليا غير شويه ديال البغرير هنا صافي. ها الناس كاينين في الصالون، علاش كنهضر غير بشويه؟ ها انتم بهاد الطبيصيل ديال البغرير، هاني صوت البغرير، وغنوريكم الحرشه كي صدقات صدقات زوينه البنات بلاتي. ها انتم يلا خرجتها باقا سخونه، ها انتم تنقطعها ونوريكم الشكل ديالها من الوسط كي جات. والله الا عرفتي كتجي غزاله احسن من ديال الزنقه، غير جربوا المقادير ديالها. راني دابا نحط لكم المقادير تاع في صندوق الوصف ان شاء الله، هما والبغرير المقادير تاع البغرير. المهم صافي هادشي اللي كاين، غادي نديروا البغرير هذا درت الحرشه ودرت البغرير. المهم وغادي نديروا نقدر نديروا الحليب والقهوه. المهم هانتوما معانا تنشوف اش غادي ندير، وغادي نعمر كل رئتي. المهم نشوف الوالده اش غادي دير، واما غادي دير الحليب والقهوه ولا غادي تعمر اتاي. المهم انا غنسولها، هانتوما معايا. نهايه الفيديو البقوصات ديالي في حقيقه الحرشه صدقات غزاله، والبغريت هو من اول استعمال البنات، من اول استعمال من اول تجربه الاولى ليا، اول مره تصيب البغرير او الحرشه غادي تصدق لها في الاول سير بلاس. ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو تاع نهار اليوم، شاركته معكم التواضع كما كتشوفوا، ودرت كما تشوفوا راني درت الحليب والقهوه ودرت تا اتاي. الا بغى اتاي شي يعني كاين اللي ما كيبغيش يشرب اتاي، ما كيبغيش يشرب الحليب، ودرت اتاي. هادشي اللي كاين، شاركت معكم الطبيله المتواضعه تاع اليوم، مشاهيتكم البنات من الصبح تكونوا كاملين معايا هنايا. هادشي اللي كاين البقوصات ديالي، نتمنى الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، اقول يا رجاء راه قهرتينا باللايك. المهم نخليكم الزوينات ديالي حتى الفيديو ما جي ان شاء الله، وبسلام عليكم وبوسه لكم كاملين، والله يخطيكم عليكم.